مساء الخير واهلا بكم الى حوار الساعه. لا يمكن لمزارعين واطباء اسنان لم يسبق ان حملوا السلاح يتغلبوا على الاسد والمجموعات الجهاديه، او ان تتمكن المعارضه المعتدله من الانتصار على الاسد والمجموعات الجهاديه. هذا الامر هو ضرب من الخيال. في الواقع كل هذا الكلام هو للرئيس الامريكي باراك اوباما، الذي انتظر 3 سنوات على بدايه الحرب في سوريا لينهي بهذه الكلمات زمن لازمه ان بشار الاسد اصبحت ايامه معدوده. في 3 سنوات تغيرت المعركه السوريه، دخلت عناصر قلبت الموازين، اهمها العناصر الجهاديه والقوى المتطرفه التي اصبحت جزءا من المعارضه. حاولت الولايات المتحدة أن تفرق بين الدعم المسلح للمعارضة المسلحة المعتدلة والأخرى المتطرفة، حتى أن الرئيس الأمريكي قال قبل أيام أن التفريق بين المعارضة المعتدلة والمتطرفة أصبح تحديا كبيرا بالنسبة للولايات المتحدة. وبما أن المشهد السوري أصبحت قراءته تتطلب حكما النظر إلى ما يحدث في العراق بعدما تمددت داعش بشكل مفاجئ بين العراق وسوريا، أسئلة كثيرة تطرح عن السبب الذي دفع باراك أوباما إلى إعلان كهذا ومصير المعارضة ودعمها في سوريا. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن بداية سيد مايكل معلوف، وهو محلل سابق في البنتاغون، وسينضم إلينا بعد قليل سيد مجد حبو، وهو أمين سر هيئة التنسيق الوطنية السورية من ستوكهولم. وأبدأ معك سيد مايكل معلوف لأسألك عن التوقيت لهذا الإعلان. لماذا الرئيس أوباما قرر أن يعلن هذا الأمر في هذا الوقت بالذات، مع كل الأحداث التي تحصل في العراق، مع تمدد داعش في العراق، وبعد أيام قليلة على إعلان أمريكي بأنه يعني أمريكا ستستمر في دعم المعارضة المعتدلة؟ أعتقد أن السيد أوباما متلهف لتطبيق نوع من السياسة. لا أعتقد أنه حدد أي سياسة تجاه سوريا أو العراق أو داعش، هذه الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. إذا أعتقد أنهم مصابون بالذعر الآن في البيت الأبيض، لا يعرفون ماذا يمكنهم أن يفعلوا. فبسرعة الضوء تمكنت مجموعة داعش من التغلغل في مختلف أنحاء المنطقة، في شمال شرق سوريا وبعد ذلك إلى غرب ووسط العراق، والآن تطرق أبواب الأردن وتركيا أيضا. إذا أعتقد أنهم من وجهة النظر الأمريكية هم متلهفون للقيام بشيء ما، وبالتالي يواجهون الآن تحديا كبيرا في سوريا. السيد أوباما ما زال يرفض الاعتراف بأن الرئيس بشار الأسد ربح، فاز بانتخابات شرعية، وهذا ما عزز موقعه، فهو رئيس يتمتع بالمشروعية. وبرغم من ذلك ما زال السيد أوباما يغذي وهما مفاده أنه ما زال بإمكانه التمييز بين المعارضة المعتدلة والمحاربين المتطرفون، ولكن هذا الأمر ليس إلا ضربا من الخيال. لقد نعرف أن كثيرين يعترفون بأن لداعش خطة وهدف، ولذلك يلتحق الكثيرون بصفوفهم. فإذا ما استمرينا بتدريب هؤلاء المسلحين وبدعمهم، فنحن نغذي كل أنواع الأوهام، وأعتقد أن الأوان قد فات الآن. طيب سيد مايكل، سأركز أكثر الموضوع. أنا سألتك عن التوقيت لسبب بأن اليوم ملفت أن يقول الرئيس أوباما بصريح العبارة أن المعارضة المعتدلة لا يمكن لها أن تتقدم في سوريا. هذا يعني بأن الولايات المتحدة أصبحت الآن بالفعل بكل أجهزتها ومخابراتها وقوتها عاجزة عن التفريق بين من هو معتدل ومن هو جهادي. يعني نستطيع أن نقول بأن المعارضة المعتدلة لم تعد موجودة في سوريا؟
أعتقد أن بعض عناصر هذه المعارضة موجودين، ولكنهم عاجزون عن شن أي اعتداء، عن شن أي هجوم لإطاحة بشار الأسد وحكمه مثلا. هؤلاء العناصر لا يستطيعون أن يتعاملوا مع المقاتلين الأكثر تطرفا هناك. هذا اعتراف من السيد أوباما بأن الولايات المتحدة خسرت ولم تحقق أهدافها، وهي إذا ما استمرت بمساعدة هؤلاء العناصر فسيزداد الأمر صعوبة السيطرة عليهم. فالآن هؤلاء المتطرفون يلتحق بصفوفهم الكثيرون، بل أن تركيا الآن أصبحت معرضة لتهديدهم. تطرح هنا أسئلة بالغة الأهمية، منها ماذا لو شن أي هجوم على تركيا؟ فهل سيقع على عاتق منظمة حلف الأطلسي أن تتدخل؟ إذن بات الأمر أكثر صعوبة. طيب سيد مايكل، في الواقع هناك أيضا من يقول بأن لتركيا يد في تمويل هذه الجماعات. سأسألك عن هذا الموضوع بعد أن أرحب بسيد مجد حبو الذي انضم إلينا الآن من ستوكهولم. أعتقد أنه حدثنا عبر الهاتف، أمين سر هيئة التنسيق السورية هو موجود معنا عبر الهاتف. إذن سيد مجد حب، أريد أن أفهم منكم، أنتم ضد من الأساس أن يكون هناك إزاحة للنظام في سوريا عبر الوسائل العسكرية. ماذا يعني لكم في هيئة التنسيق كلام أوباما اليوم؟ في أي إطار تضعونه؟ تحية لك لقناة الميادين وضيفك. بالحقيقة كانت المعارضة المسلحة أو الخيار المسلح للمعارضة السورية كان خيارا سيئا جدا بحق الحراك الشعبي في سوريا، وللأسف ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر بفتح الباب عريضا للجهاديين والإرهابيين تحت ذرائع سلاح ثوري أو جزء من الثورة أو إلى آخره. تصريح أوباما اليوم يؤكد ما نبهنا إليه من أن المواجهة المسلحة مع النظام أو الخيار المسلح سيكون مدمرا بحق سوريا. واليوم مطلوب أكثر من أي وقت مضى وقف العنف في سوريا. وكما يعني كان هناك مبادرة في اليومين الماضيين من الأمم المتحدة بوقف توريد السلاح إلى أطراف النزاع في سوريا، نطلب أيضا أن يكون هناك لوضع كل المقاتلين غير السوريين خارج الشرعية الدولية الموجودين في سوريا. الخيار المسلح كما ذكرت كان خيارا مدمرا بحق سوريا شعبا ووطنا وإمكانيات. التجارب التاريخية تؤكد بأنه النضال المدني السلمي هو أكثر جدوى فاعلية وأقل تكاليف في مقابل ما يسمى الكفاح المسلح، وخصوصا في ظل غياب نظرية ثورية أو قيادة سياسية أو في شروط وضع غير ناضج ثوريا كما كان عليه الحال في سوريا. كل هذه المعطيات أدت إلى أن نقول اليوم أن الجيش العربي السوري انتصر في المواجهة العسكرية، ولكن بعد أن دمرت كثير من إمكانيات سوريا. والمطلوب اليوم البدء بالبحث عن المبادرات السياسية، وخصوصا من طرف النظام كونه الطرف الأقوى، كمخرج للأزمة. هذا المخرج يكون من خلال المشاركة السياسية التي تعتبر المفتاح الوحيد للانتقال الوطني الديمقراطي المطلوب في سوريا. طيب سيد ماجد، أنت تحدثت عن سوء القيادة السياسية. في الواقع اليوم قرأت تصريح للؤي صافي وهو المتحدث أو الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني، يقول نحن لا ننكر وجود بعض الثغرات في هيكلة المؤسسات الثورية، ولكن المسؤول الأول عن هذا الضعف البنيوي في المعارضة هو عدم جدية الدول الصديقة في دعم هذه المؤسسات وتكريس الفرقة بمساعدة الكتائب المقاتلة على الأرض مباشرة من دون اعتبار للقيادة السياسية للثورة. هل فعلا هذه المشكلة موجودة عند هل هذه مشكلة المعارضة؟ يعني كان هناك تنسيق من قبل الدول الصديقة للمعارضة مباشرة مع المسلحين من دون العودة إلى قيادة الائتلاف مثلا أو القيادة السياسية بالإجمال؟
بالعودة إلى الوراء قليلا، كلياتنا نتذكر صناعة
مجددا اهلا بكم الى حوار الساعه الذي نناقش فيه لهذه الليله كلام الرئيس باراك اوباما عن ان المعارضه المعتدله كما قالها بصريح العباره في مقابلته امس لا يمكن ان تهزم المجموعات الجهاديه وان تسقط نظام الرئيس بشار الاسد. ساعود الى ضيفي من ستوكهولم ومن واشنطن. سيد ماجد حبو، هناك من يقول ويحلل بان الرئيس الامريكي والولايات المتحده الان في إطار المفاوضات النووية التي تحصل مع إيران أصبح لديها ورقة إلى جانب الورقة السورية، الورقة السورية بالنسبة إليها أصبحت خاسرة، لذلك اعترف بهذا الأمر باراك أوباما. الورقة العراقية الآن هي التي تلعب في هذه المفاوضات طبعا في إطار مساعدة الحكومة العراقية لتطويق داعش، تستخدم الورقة العراقية في إطار التفاوض مع إيران ولإزاحة نور المالكي عن رئاسة الحكومة. هذه هي الأجواء التي مهدت لأن يعترف باراك أوباما ويقول بصريح العبارة أنه لا يمكن لأي معارضة معتدلة أن تربح على النظام في سوريا. ما رأيك بهذا التحليل؟ يعني باعتقادي الشخصي انه الولايات المتحده الامريكيه اكتشفت مبكرا انه النظام في سوريا لا يمكن اسقاطه من خلال الخيار المسلح الذي تم تبنيه من خلال المجموعات الجهاديه، ولكن كان المطلوب مثل ما ذكرنا هو انه هذه المجموعات الجهاديه ان يكون لها دور من خلال تدمير مقومات الوطن السوري وامكانياته. المشروع الاقليمي الذي كان حاضرا لدى بعض الدول الاقليميه وتحديدا السعوديه من خلال تطييف الصراع ودفعه باتجاه صراع سني شيعي او صراع بمعنى انه السنيه السياسيه تشعر بانها تعاني من مظلوميه سواء كان في سوريا او في العراق كما يحدث اليوم، دفع السعوديه لاختيار أسوأ العناصر واختيار أسوأ الممثلين للتعبير عن هذه السنيه السياسيه. حقيقه هذا الامر لم يكتب له النجاح في سوريا تحديدا، وخصوصا كلياتنا نتذكر تجربة معاذ الخطيب الذي لم يطب للسعودية لها أن يكون موجودا، تم استبعاده مبكرا، بمعنى هناك أطراف من السنية السياسية لا تقبل هذا المشروع السعودي. تم اختيار الممثل السعودي للسنة السياسية أحمد الجربة، هو أسوأ ممثل، وهذا نفسه اللي عم نشوفه اليوم أسوأ ممثل للسنية السياسية في العراق أو في سوريا من خلال داعش. يعني يحاولون الإيحاء بأن هناك أزمة سنية بمعنى المظلومية السنية يطرحوها بهذا المعنى، ولكن من خلال اختيار أسوأ الممثلين. طب يعني السعودية تختار الولايات المتحدة تستثمر؟ بالمحصلة الولايات المتحدة برأيي مرة أخرى بقول هي من مصلحتها تقسيم المقسم الموجود في سوريا، ليس إلى مستوى دول ولكن إلى مستوى كيانات سياسية متصارعة. يعني المطلوب في العراق كيانات سياسية ما دون مستوى دولة، كيان سني، كيان شيعي، كيان كردي. هذا المشروع ربما لا يمكن أن يحدث في سوريا بحكم غياب إمكانية قاعدة جغرافية، ولكن ربما تكون على قضية كيانات سياسية وليس جغرافية، بمعنى طائف سياسي بشكل ما في سوريا، توزيع إلى السلطة بشكل ما. ولكن هذا المشروع برأيي فشل في سوريا، لأنه المطلوب في سوريا هو التغيير الديمقراطي الذي هو مقدمة وضرورة لمواجهة الأرهاب في سوريا. سيد ماجد حبو، فقط يعني فسر لي أمر، هو فشل في مناطق، ولكن طب ما داعش موجودة أيضا في مناطق سورية، يعني هي ممتدة الآن في العراق إلى الحدود الأردنية في الشمال الغربي للعراق، ولكن موجودة أيضا في الشمال الشرقي، يعني لديها اتساع على رقعة أرض سورية مهمة في الرقة ودير الزور. الفارق الجوهري والوحيد بين سوريا والعراق أنه في سوريا داعش ليس لها حاضنة اجتماعية، بمعنى القاعدة السنية في سوريا لا تتبنى مشروع داعش، وإنما يتم القبول بداعش على مبدأ ليس حبا بعلي ولكن كرها بمعاوية. طيب سيد مايكل معلوم، في حين هذا الأمر في العراق يشعر السنة السياسية بأنه، وشفنا التداعيات السريعة الذي حدث في العراق خلال زمن سريع،
تشعر السنة السياسية بأنها تعاني من مظلومية معينة، ولهذا السبب تبنت مشروع داعش. سيد مايكل معلوف، ما رأيك بهذا الكلام؟ التقسيم لم يحكى عنه يعني في الإعلام العربي أكثر ما حكي في الإعلام الغربي. في الواقع يعني كل الصحف مؤخرا، يعني نيويورك تايمز نشرت خريطة جديدة للشرق الأوسط، وتحديدا كما يحصل الآن إقليم سني بين العراق وسوريا، إقليم للشيعة في جنوب العراق الجنوب الشرقي، إقليم للعلويين، إقليم يعني المنطقة الآن مقسمة كما يعني تعمل داعش عليها، وهذا يعتبر مشروع أمريكي كما يقال، وأنه شرق أوسط جديد أيضا، يعني هذا المشروع الذي كانت تسوق له الإدارة الأمريكية. ألا تستفيد الآن الولايات المتحدة مما تقوم به داعش في العراق؟ Well, I think partition probably is not the best solution ليس الحل الأفضل الآن للمشكلة. ما علينا القيام به هو أن تصبح هذه الحكومات أكثر شمولا على حكومة بشار الأسد، أن تقوم بذلك، وهي تحاول القيام بذلك ما أن تكف المدافع وتصمت البنادق حتى يمكن البدء بذلك. ويمكننا القيام، يمكن القول الأمر نفسه في سوريا. كيري تحدث اليوم مع مالكي وحاول إقناعه بتعزيز الشمول في حكومته، وذلك لإشراك مزيد من السنة في هذه الحكومة ليكفوا عن دعم داعش. لكن داعش تفرض هذا التقسيم من خلال إنشاء خلافاتها الخاصة، وهذا ما يزيد من خطورة الديناميكيات المتسارعة في المنطقة، ولكن لا أعتقد أن ذلك يتماشى مع السياسة الأمريكية. كلا، لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم ذلك أو تسعى إلى ذلك. لا أعتقد أن الولايات المتحدة توافق على همجية داعش. داعش ليسوا ديمقراطيين إطلاقا، هذا أمر بديهي. وإذا ما تمكنت الحكومتان في سوريا والعراق من العمل بطريقة ترضي نوعا ما المعارضة فيهما، فقد يكون ذلك نقطة البداية للالتحاق بعض عناصر المعارضة في هذه الحكومات، في هاتين الحكومتين. بالفعل هو بالأمس عناصر كثيرة ضمن المعارضة وحتى ضمن صفوف داعش بالعراق وحتى بإطلاق النار على بعضهم البعض. هذا ما حدث في سوريا بين داعش والنصرة، ولا مفر من الوصول إلى هذه النقطة، فما من تناغم ولا حتى ضمن صفوف داعش. وما من فرق كبير بين النسيج العراقي والنسيج السوري. إذن آن الأوان للعمل مع السلطات المنتخبة ديمقراطيا مع هذين البلدين، على هذه الحكومات أن تعمل مع المعارضة، أن تكون أكثر شمولا، وإلا فستقع المنطقة برمتها في أسوان الإرهاب، وسوف تتدفق أثر ذلك عليها. فإذا ما رأى بعض العاطلين عن العمل أن داعش مفيدة لهم، فسوف يلتحق يحبون بصفوفها، سوف يرون أنها تلبي تطلعاتهم. لا أدري إذا كان سيد مايكل يسمعني. ما سوف يعزز مكانة داعش. طب بما أنك تتحدث عن موضوع الحكومة العراقية والتنسيق، بالأمس كان يعني فهمنا بأن الولايات المتحدة لا تريد أن يبقى نور المالكي رئيسا للحكومة. طبعا هذا كان يعني قبل كلام جون كيري اليوم، الذي ربما يشير إلى أنها تقبل به رئيس حكومة، ولكن بحكومة مطعمة بمعارضة أو يعني من يعارضه. ولكن ليس هذا هو السؤال. السؤال اليوم إذا أردنا أن نربط الملف العراقي بالملف السوري، تحديدا فيما يتعلق بما يحصل بالملف الإيراني والمفاوضات النووية، هناك من يقول بأنه من الممكن مقايدة الملف الإيراني، الملف العراقي بالملف السوري، بمعنى أن يذهب نوري المالكي
ويبقى بشار الأسد في السلطة بطريقة طبعا ديمقراطية دستورية المالكي يذهب، ومقابل بقاء الرئيس بشار الأسد في سوريا، ويعني بهذا المعنى يصبح هناك توازن في العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران. ما رأيك بهذه المقايضة؟ Well, that's one scenario. هذا السيناريو محتمل، ولا شك في أن المباحثات النووية هي بمثابة جزرة سياسية لإقناع إيران والعراق والكل. أما السؤال الهام فهو من سوف يحل محل المالكي ويقبل به الجميع؟ من هو الشخص الذي سوف يكون رئيسا للوزراء؟ من سيربح هذه الانتخابات؟ المالكي ربح بعد نجاحه في الانتخابات. من سيربح الانتخابات بعده؟ كيري اعترف نوعا ما أن مالكي هو رئيس الوزراء وأنه ينبغي العمل معه، وأن أي شخص آخر ليس الآن مقبولا من قبل الجميع. على الولايات المتحدة أن تعمل الآن مع إيران بطريقة سياسية أكثر، وأن تنسق هذه المقترحات. يجب أن تعمل مع إيران للتوصل إلى أفضل حل الممكن. هذا ما حدث في سوريا، ونعتقد أن الانتخابات حدثت في سوريا، وجاء الأسد وسيبقى الأسد. إذن أعتقد أن المالكي المالكي أعطى كيري بعض الضمانات، ولكن عليهم العمل بسرعة لأن داعش لا تنتظر. عليهم الإسراع. على الولايات المتحدة أن تستفيد من المحادثات النووية، وإيران سوف تستفيد أيضا من هذه المباحثات لتحافظ على نفوذها في العراق. أريد أن أذهب الآن إلى سيد ماجد حبو لأسأله عن جزئية مهمة جدا، هي يعني تحدث فيها قبل قليل سيد مايكل معلوف، التنسيق بين الحكومة السورية والولايات المتحدة والدول الغربية. نحن الآن أمام مشهد يجب أن يبحث. نرى مثلا مستشارة الرئيس بوثينة شعبان تذهب إلى أوسلو في أول زيارة منذ بداية الأزمة يعني، وتلتقي بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان. هل يعني هناك مؤشرات، هل هذا مؤشر من المؤشرات إلى أن الدول الغربية ستغير التعاطي مع الحكومة السورية في وقت قريب على المستوى السياسي لتنتقل من المعادات إلى التنسيق والمساعدة؟ ليس خافيا بأنه الدول الغربية وخصوصا ما يسمى أصدقاء سوريا من فرنسا من الولايات المتحدة طلبوا وبشكل كبير تنسيق أمني، بمعنى معرفة مصير الجهاديين الذين هاجروا من بلادهم وخصوصا فرنسا، مصيرهم في سوريا، هل ما يزالون أحياء، هل عادوا. كان رد الحكومة السورية عموما أنه يجب أن يسبق هذا التنسيق الأمني تنسيق سياسي، بمعنى اعتراف عودة السفارات بالحد الأدنى. بمعنى هناك حاجة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لدى الدول الغربية، أن تفتح قنوات من التنسيق الأمني. مسألة التنسيق السياسي، من الواضح أنه الانتخابات لم تعد سوريا كما كانت عليه من قبل. ما تزال الولايات المتحدة الأمريكية، الدول الغربية تعترف بالنظام السوري بحكم الأمر الواقع. يعني الولايات المتحدة تقول أن النظام غير شرعي، ولكن تعترف بوجوده. يعني هذه مسألة لا أحد يستطيع إخفالها. هناك اتصالات كانت تتم بشكل غير مباشر. المسألة، أنا بس بدي أرجع نقطة للخلف فقط فيما يتعلق بالسؤال السابق، ذكرتي أنه ما هو طموح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وخصوصا في طرد داخل الملف السوري والعراقي. هناك محاولات لجر إيران وتركيا إلى الرمال المتحركة في العراق. هناك محاولات جدية للضغط على إيران من خلال الملف العراقي في مقابل الملف النووي، مباحثات السلاح النووي 5+1.
لا أعتقد أن هناك مقايضات ستتم. أعتقد أنه ما في حال نجاح المشروع السياسي في العراق بمعنى التوافقات، المشاركة السياسية في العراق ستنعكس إيجابيا على سوريا. بمعنى ما أنه إذا كان المطلوب في العراق اليوم هو توسيع حجم المشاركة السياسية في حال نجاح هذا المشروع في العراق، لأنه هي أساسا نفس الحاجة في سوريا. حاجة الأساسية في سوريا أو المخرج من الأزمة في سوريا اليوم هو توسيع المشاركة السياسية مع القوى الوطنية التي تطرح الانتقال الديمقراطي وتحدد واحدة من المهام الأساسية اللي هي مواجهة الإرهاب الموجود اليوم في سوريا. أعتقد هذين النقطتين مهمتين أساسيتين. نعم. طيب سأعود إلى سيد مايكل معلوف، لأن أيضا في الموضوع التركي هو قال بأن تركيا متخوفة من الإرهاب إلى أراضيها، لكن في المقابل هناك من يقول بأن تركيا هي التي وردت الجهاديين إلى سوريا وسمحت بدخولهم بشكل مريح، وهي أيضا من مصلحتها ما يحصل الآن في العراق على أساس أن هي تدعم أو تؤيد فكرة هذا التقسيم، يعني أن يكون هناك إقليم سني، إقليم مثلا كردي، أو يعني بمعزل عن الموضوع الكردي، ولكن هي تدعم أن يكون العراق في هذه الحالة من الفوضى، بما يعكس ما قلته قبل قليل بأنها يعني تخاف من الجهاد. هناك سياسة سرية وسياسة علنية لتركيا. Well, I think Turkey Turkey is conflicted أعتقد itself أن right now تركيا تواجه معضلة الآن. فتركيا ساعدت بالفعل المقاتلين المتطرفين، ولكن هؤلاء المتطرفين الآن ولا سيما عناصر داعش يواجهون طموحاتهم الآن باتجاه تركيا، بما أن الشام بلاد الشام تتضمن أجزاء من تركيا يودون الاستيلاء عليها، وبالتالي داعش مجموعة إرهابية تتهدد تركيا أيضا. آمل أن تبدأ تركيا بإغلاق حدودها حدودها لمنع هؤلاء المقاتلين من الدخول إلى سوريا لحمل السلاح في الداخل. على تركيا أن تستفيق من الغيبوبة، أن تكتشف أن بشار الأسد موجود سيبقى هناك، وأنه على أردوغان وتركيا أن يعملا مع الرئيس بشار الأسد مرة أخرى. تركيا الآن قلقة للغاية، لأن داعش ستطرق أبواب. وهذا ما تحدثنا عنه في بداية الحلقة. والسؤال الآن هو التالي، بما أن تركيا عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي، فقد تستدعي تركيا تدخل الناتو منظمة حلف شمال الأطلسي، ولتركيا مصالحها الخاصة في العراق، وبالتالي هي تود أن تحيد الجزء الكردي عن هذه المشاكل لتتمكن من التوصل إلى نفطها. ولكن الواقع هو أن العراق لمصلحة الجميع ولمصلحة الولايات المتحدة أن تبقى المناطق جميعها متحدة في العراق، كي يبقى العراق بلدا متحدا بالرغم من جميع المصالح. وبالتالي على تركيا الآن أن تبدأ بالعمل مع الحلفاء، أن تعمل مع إيران، مع سوريا، وذلك لحلحلة هذه المشكلة الخطيرة التي تمثلها داعش. داعش آخذة بالزحف وبالاقتراب من الجميع. طيب سأختم معك سيد مجد حبو في الواقع في دقيقتين. إذا أردنا أن نجمل المشهد بعد كلام أوباما، على مستوى الائتلاف الآن هناك يعني محاولات لانتخاب رئيس جديد. هل برأيك الائتلاف سيستمر كما كان سابقا، أم أننا سنشهد ائتلاف آخر أو هيئة أخرى مثلا معارضة
يعني تكون مدعومة من الولايات المتحدة بعد كلام أوباما؟ وأيضا ماذا سيحل بحلفاء الولايات المتحدة الذين يدعمون إسقاط النظام في سوريا والذين دعموا التسليح في سوريا؟ هنا نتحدث طبعا عن الدول الخليجية والدول الإقليمية التي تساند المعارضة. كيف سيكون تعاطي مع الملف السوري فيما بعد؟ أعتقد بالنسبة للائتلاف أنه الصلاحية الزمنية لوظيفة الائتلاف انتهت. يتم اليوم البحث عن تشكيلات سياسية تكون أقل اعتدالا، بمعنى تقبل العملية السياسية. الائتلاف شارك بجنيف وما تزال أدبياته السياسية ترفض الحوار مع النظام، ترفض التفاوض. ذهبوا إلى جنيف فقط بقرار ضغط دولي، بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية. يتم اليوم البحث عن تشكيل جسم سياسي يقبل بالعملية التفاوضية، وهذا يفضي بالمحصلة الدول الإقليمية الداعمة حاليا عم تحاول من إيجاد مخرج لمشروع سياسي. إذا اعتبرنا أنه السعودية تعتبر نفسها ممثلة للسنة السياسية في الوطن العربي، فهي عمليا اختارت مثل ما ذكرنا الأطراف الأسوأ. هناك محاولة للبحث عن قوى سياسية جديدة خارج الإسلام السياسي، بمعنى الأخوان المسلمين أو الجهاديين أو السلفيين. ربما يكون السلفيين أو يعني أشكال جديدة من الإسلام السني يتم تقديمها أفضل من النموذج الحالي اليوم الذي تمثله داعش، التي تعتبر بحق يعني بالنسبة لهم هي الممثل الشرعي والوحيد للسنة السياسية في الوطن العربي. نعم، شكرا سيد مجد حبو أمين سرائي التنسيق الوطنية السورية، وأيضا سيد مايكل معلوف المحلل السابق في البنتاغون، كنتما معنا من ستوكهولم ومن واشنطن. أيضا أنتم أيضا مشاهدينا نشكركم أينما كنتم على متابعة هذه الحلقة من حوار الساعة. إلى اللقاء.